for the race. They're off and racing يا المتابعون الكرام. انطلاق الشوط السادس لمسافة 2000 متر للخيل المهجنة الأصيلة على الأراضي الرملية. كل التوفيق إن شاء الله للجميع في هذا الشوط. إذا نشاهد انطلاقة الشوط مع سبيريت أوف قطر لسعيد بن شافي على المركز الأول. السياب يقود هذا المسار بينما يأتي في المركز الثاني تخطف الصدارة. إذا تخطف الصدارة يا المتابعون الكرام الآن لهبوب الثاني بن ناصر بن خالد الثاني ينطلق مع إدواردو بتروزا على ثاني المراكز بينما المركز الثالث نعود ونتراجع إلى ثالث المراكز أيها السيدات والسادة لنجد في هذه الآونة إبراهيم المالكي ينطلق بمعية ميديا بوك على المركز الثالث سليم غلام على المركز الرابع. المركز الرابع ذا بلاك جوكي كينج اوف دوحة مع ناص هادي بن ناصر الرمزاني عبد العزيز الجابر توماس لوكاسك على المركز الرابع. تراجع إلى خامس المراكز يتدخل بحويل حمد بن عليمان ديسكو مع فالح البغنيم على المركز الخامس يتدخل إلى رابع المراكز. تراجع سادسا لنشاهد شعار مبارك بن سعيد بن جفال استراتيجيك واي على المركز السادس بينما الصدارة لا تزال للجري جوكي سبيريت اوف قطر مع انس السيابي على المركز الاول على الاراضي الرملية ايها السيدات والسادة. ثانيا بالكاب الازرق والشعار الاصفر هبوب ثاني بن ناصر بن خالد ادواردو بدروزا المركز الثاني في هذه الاونة. بحويل يغير الامور لصالحة مع ديسكو بالشعار الاحمر على المركز الاول. تعود الصدارة لحسن عبد الملك في هذه الآونة انطلاق موفق للجري هورس انطلاقة حسن عبد الملك إليزوم على صدارة هذا الشوط للجري هورس لحدان ذا سكند. نشاهد الانطلاق مع الجواد إليزوم على صدارة هذا الشوط انفيزبل سبيريت يخطف الصدارة بفارق بعيد عن باقي المشاركين لحدان ذا سكند اند ذا ثيرد الجواد اللي هو لجاسم البادي جواد أبي فيليتش جاسم البادي ومحمد رياض المتابعون. The result for the last race المركز الأول the first the winner Elizom horse number one Mark Laren و for حسن عبد الملك and Debbie Mountain and the second place horse number 10 لحدان for زايد الخيارين and زهير محسن and كيلي هاريسون and the third horse number 12 and the third horse number 12 Abbey Village for Jasim Albadi and JB Gamber, Jean-Pierre and the fourth place, horse number six. Horse number six, Zainat for Ahmed Obeisi and Muhammad Hassan Abdul Malik. And Al-Mu'tasim Al-Blushi in the fifth, horse number three, Disco for Hamad bin Ahliman Al-Khayyarin and Falih Bughnim and Muhammad, sorry, for Hamad Al-Khayyarin, also the trainer. Alf Mabruk.